بسم الله الرحمن الرحيم. الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار، بعد هذه الاعتداءات الصارخة، وبعد انتهاك حرمات أعراضنا ونسائنا وحرائرنا، يجب علينا كأبناء شعب، سواء من العلماء ومن العوائل ومن أفراد الشعب، من حقوقيين وسياسيين، كل يتحمل مسؤوليته تجاه هؤلاء النسوة اللواتي وقفن مع هذا الشعب، وهن يتعرضن في الوقت الحاضر إلى الانتهاكات والاعتداءات على أرذل وأوطأ خلق الله الذين هم في صورة بشر. يجب علينا أن تكون لنا مواقف عملية، وأن نرد لهم الجميع، ووقفة عز وإجلال إلى كل النساء والحرائر اللواتي يقبعن خلف القضبان، ونسأل الله أن يفرج عنهم جميعا، وأن ينتقم لهم ممن اعتدى عليهم.